ضمن كمان احد نجمات البطوله وايضا كاس مصر كابتن مريم مصطفى. مبروك يا كابتن مريم طبعا البطوله والاداء المميز كالعاده بيبقى ليكي تاثير كبير في بطوله افريقيا وفي بطوله الكاس. قولي لي شايفه النهارده المباراه وحصولك على البطوله ازاي؟ طبعا الحمد لله احنا كنا داخلين متحمسين الماتش النهارده ان هو اخر ماتش في السيزون واحنا لازم ننهي الموسم السنه دي بالرباعيه. كنا عاملين حسابنا ان احنا نعوض كل اللي عملناه السنه اللي فاتت ان احنا خسرنا قبل نهائي افريقيا وطلعنا من افريقيا، فالمره دي انجاز ما حدش عمله خالص غيرنا الحمد لله وقدرنا ان احنا نحقق رباعيه. الكابتن حمدي بيتعامل معاكم ازاي وازاي بيبقى تعليماته المميزه ليكم كمان اللاعبات الشابات اللي طالعين معاكم بتنقلوا خبراتكم ليهم ازاي يا كابتن مريم؟ طبعا الكابتن حمدي طبعا ليه جزء كبير قوي في المكسب السنه دي. احنا على طول في معسكرات وعلى طول في تمارين وفي ماتشات وعلى طول هو معانا بالنصايح وبخبرته في الملعب. طبعا كابتن حمدي كان لعيب كبير قوي وعنده خبره كبيره قوي وقدر ان هو يديها لنا، وطبعا هو كان ليه دور كبير ان هو يساعد الناشئين. كان في ناشئين كتير معانا السنه دي والحمد لله قدروا ان هم ياثروا معانا، بس والحمد لله ان احنا حققنا معايا السنه دي ان شاء الله. ميرسي، شكرا. من بركة.